السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنحويلكم؟ نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله يا ربي تكونوا في صحة وفي خير ونعمة الناس الكل. أنا كيما العادة البنات نحب نطلع عليكم فيديو جديد وروتين جديد. شو باش نحضر اليوم وين باش نمشي؟ خليكم معايا إن شاء الله يكون الفيديو خفيف وظريف ويعجبكم. أهم حاجة أي نبداو بسم الله وعلى بركة الله. أول حاجة كيما تعودتوا بيا البنات نفطرك لقطيت المزيانة هذيك وكل كليب متاعي زادا ما ننساوش هذاك أول واحد. وهاني توا هي فترة ذيك تقوم الحلوفة من الفجر تقوم بكري وبعد يللا تتكى كي من هكا ومرها مريقلة. شو نقولكم عاملة جو محليها وفرحت برشا كيف براتلي لبس توا وليت عليها محليها محليها. حسي لو توا باش نقصد ربي للكوجينة نحضر فطور الأولاد. بالنسبة للفطور اليوم كيما العادة زادا نعمل الصباح بكري الخبز. الخبز طيبته في الفور، الطريقة نخليه لكم هكا كاملة البنات في صندوق الوصف تشوفوها بإذن الله كان حبيتوها. خبيزي طيبتهم الصباح حطيتهم في الفور، نقصهم هكا جرار جرار يعديو بها زبدة ومعجون ولا شامية. والسلام عليكم. يا فضل فضل هكا ولي البنات. حسي حضرت خبيزتي عملت قهيوتي فطرت في عقلي وقصدت ربي اليوم باش نعمل تنظيفة للسالة. عرفتوا هكا التنظيفة احنا نقولوا عربي بكس طل والماء يوك الدنيا الكل مزلصقة اليوم اش باش نعمل. نحب هكا التسيق هذيك وتعجبني برشا. نحب هكيكا نعملها مرة هكيكا في الجمعة ولا مرة في الجمعتين بس طل وحكك الشبابك وحاسيلو نخرج منها تشعش عليه. هاكم معايا حاسيلو نكمل في طيارتي ونقصد ربي ما بعضنا هكتا وتشوفوا كيفاش باش نحضر اليوم السالة النظافة والرتبها. وكل مرة البنات ننظمر ويحنا كل مرة تعملوا بيتا البيتا اللي تنظفها تسيقها كلها من شبابكها لحيوتها الكل تخرج منها مرتوبة ومزيانة. وفرشوا عاد الزرابي دنيا بردت وكهو ولك الحمد والشكر يا ربي. تو شنو قد ساعة نشرب قهوتي في عقلي كل شيء في عقلي راه ما نبديش مزروبة. أما شنو حاجة بركة نقوم بكري. احنا عنا مثلا نقول اللي فات صبيحو فات ربيحو. قوموا بكري نحضروا كل شيء بكري باش نجموا يفطروا الأولاد زيدا وتبدأ أمورك منظمة. وزيد يبقى عنا الوقت باش نجموا نخرجوا ونشيو واحدة الوالدة ونطلوا عليها هكا ولا. وتوا عاد باش ندخل الصالة بطبيعة حضرت الفطور. أول حاجة عملت فطور ساهل اليوم عملت سكالوباني حضرته فوحته ومن بعد وقت اللي يجي وقت الفطور توا نقليه. وعملت معاه محمصة صيفي اللي عملتها معاكم برشا مرات أتنوريه لكم حسيلو من بعد. هذيك أول حاجة حضرتها قلت خلنا نعمل حويجة سهلة خليني نبدا نخمل بالسياسة والسيوسة. أول حاجة بديت بها كما شفتوا البنات الريدويت. الريدويت سهلين نمسحهم من غبرتهم ومن بعد الحقيقة درت عليهم شويقة مبلولة ومن بعد شويقة شايحة خاطر لازمني نصحبوا عليه مالا لازمك تشيح اي حاجه فيها لوحك تشيحو. دخلت عليها اوبا تكا لك الريش بيبكيتا بالدينول والجافيل ومن بعد عملت بستايل الماء سيقتهم زلزقت الدنيا حاسيلو. بحر السالري توها ماء كلها ماء بستل على خاطر ومن بعد نخرج للفيراندا هكا سهله خاطر السله والفيراندا قرب لبعضهم. يعجبني التسييق خير الحقيقه كل شيء يخرج. حاسلو هذا الشباك الثاني اما عندي زوج شبيبكات في الساله. كملت نظفته زاد هذا واخر حاجه بتبيعها اندرا بمنديله شيحه نشفو اكاهو. حاسلو لهنا باش نكمل زاد ننظف البوفي نمسح هكا التحف اللي عندي فرد المره هي تسيقه تسيقه وكاهو. حاسلو نكمل ونرجع لكم.
كنيت كملت فرشت السالة وفرشت البسطية والحمد لله بتبيع ما خملتش الدار وحدي، بتبيع إني وليدي كل واحد يعمل حويجة وكهو حاسلوا لهنا كملت بخرت وبعد نمشي نحط لهم فطور هما كهو كملنا. توا جاي عاد وقت الراحه البنات، كيما شفتوا حضرت لهم اكل فطيره، الفطيره سهله عملتها معكم برشا مرات، محمصه الصيفي والسكالوباني حاسلو فطور سريع كيما تعرفوا، خاصه انه كيبدا نهارك نتاع تنظيف وكل شيء، ما بينا نطيبوا حويجه لفلف. المهم لا ما حويجه فيه، علاش ليه؟ لك الحمد والشكر يا ربي ويا فضل فضل. توا عملت كويستي، قلت خلينا نرتاح ونتفرهد هكا، وخاصه بعدك نظافه محليها تبدا ريحه النظافه حاسيلو. قعدت عملت اكل كويستي اخضر منعنع يعمل 66 كيف، ومن بعد صليت العصر هكاك قلت خلينا نمشي نعمل طلع على الوالده، احنا راهو جيرين بحذا بعضنا. مشيت بحذيها يا لالا شديتها متلبسه باش تعمل غريبه، يجي لهوني قلتلها كيكه هو تعمل غريبه لا تشاور لا تناور يا بنتي يلزمني نصور. امي ما تحبش برشا التصوير، اما نحاول نقنعها وديما ندخل لها الحقيقه من باب التعليقات نتاعكم الحقيقه البنات نغري فيها نبدا نقرا لها ونقول لها شوف شو يقولوا لك يا شوف احلاهم يا تصدقوني تدعي لكم من كل قلبها راه ما شاء الله على كمية الدعاء اللي تاخذوها من عند الوالدة، والله تبدأ من كل قلبها يا ربي يصلح حالهم يا ربي يهديهم يا ربي يرزقهم محليهم حاسيلو. نقول لها هيا يامي يحبوا يشوفوك يحبوك يامي يحبوك كالقيدة متاعك أكا حاسيلو البنات حاسي نمشيو تو بحذيها نعملوا عليها طلة صغيرونة ونشوف طريقة الغريبة متاعها والعشاوية اللي باش نعديوها معاها. هاي المنور حسيلو البنات العشية جيت قالت لي نعمل في الغريبة اليوم غريبة دراع اليوم باش تعمل لكم امي عارفتو كيفاش تدلل فيه الماريشال البنات فطور الصباح يا سيدي لا لا حلو كنتي ابان ما كل حلو اللي يظهر ها حلو كنتي ما خيرش منه يا الشيه بالبفريوه باش تاعي ولدي مشي خدته الماريشال راهي راني عرجتها البفريوه قبل البنات هكا ما تحمروهاش برشا باش ما تمرارش وتهرس فيها كيما هكايا باش نحطوها في وسط الغريبه غريبه الدراع الدراع غريب والله نموت عليها انا نحبها ياسر
في فطور الصباح وكل حسيل وبنيتها وحذرنا الدراعة باش تعطيكم امي تكيلة هذية سكر محوى باش نحطوا زيدة فارينة. هاكم معانا اليوم ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينري ذاكم اهم حاجة به اي نبديو بسم الله وعلى بركة الله. كمل امي تهروش الفريوة متاحة ونقصدوا ربي نحضروا الغريبة متاحة. نبدأ بسم الله. اش حطيتي لالا وخيتي دروع؟ اظن ثلاثة صحافي هيك. وين هيك طالعة ها؟ ثلاثة صحافي. ثلاثة صحافي دروع حطت. هذه صحفة السكر، خاطرش بنحط صحفة ونص فرينة. فهمتوا البنات نعاود لكم قداش في دروع؟ ثلاثة صحافي دروع. بنحط صحفة ونص فرينة. صحفة ونص فرينة. صحيفة سكر محاول. ما جاتكش برشا يما سكر. ما هو خاطرش هي صحفة هي ثلاثة ثلاثة. صحافي اللي لهم صحفة. باه. هما أربع صحافي أنا وفيت لها شوية هكا طريهم الفوق. باه. وعندك مزاج أنت. أنت والحلاوة أنت تحبها في الحلاوة. عندك شنو؟ باه فما البنات راهو اللي يحط إنشاء. علاش أمي ما حطتش اليوم إنشاء؟ بفريوة بزايد. خاطر حملت الفاكهة بزايد، بفريوة بزايد. بطبيعة مشكل لازم بفريوة البنات. نراعة لوز كاكاوية جلجلان، أما احنا نحبوها اليوم بنكهة البفريوة. هذيك باهي عندي صحيفة ونص نص نص هي صحفة ونص فارينة. عندك شوية فيك تولي وقتها تحط نقولوا نشي نقولوا كيكة نصف صحفة نصف صحفة نشي. كان حبيت تعملها بنشي نشي يبسها معناها ما يخليهاش تتفتفت. سمحة وتولي ها؟ عرضة وتولي ما نتاع كل يوم نتاع شاي نتاع كل يوم أوبا ماذا بينا تتفتفت أكثر. قد ظروفنا. أيوا عير كملوا توا دخلتوا من بعد نصبوا فيها الزيت. هاي البنات باش تصب الزيت بالعي اش معناها؟ معناها البنات كي لاهي طريه لاهي يابسه قلت لكم. مش بحط طريه وكلاش صبوا خلط صبوا خلط. مش عجينه ما باش تبسسها بالكدا. مش تحلك. كثر الزيت تحل راهي البنات. عرقها بيه ولا ريحها زاد باهيه. اما يحطوا برا. ايواش عندي توجع فيها ماني نخلطو هكا وكا هو نركها شويه ونحطو فيك هي ترحيخ باهيه وهي اللي ريحها واسعه باله. كنت تحبوها بالهمه نقولوا احنا ترحيها بعدين تحط الفاكهه. ايواش ترحيو بالزيت نرحيوها هكا لا ترحيها معجونه معجونه اي معجونه بزيت ها كيما نعملوا الحمصيه. الحمصيه كيف كيف اللي عندها تحب توسع بالها وتعمل غريبة ضخموني وخيتي تمشي ترحيها تو هذا كان عندها مرشال كيف تحط له ليجي ما في بالوش بهات بلفيته هذيا قاعده تبلفط هي تو اللي عندها مرشال ياكل ويسكت ياكل ويسكت تمسك البابا بابا ما عليه يا البنات يسخن في طيرته وحده اخر باش نزيد لنا نخليها مغزرة بابا يدخل يسخن فطوره وحده حتى فطيرته حتى هي تزاد طيب لو ما كي تبدا متك يعني لا يحيرها ولا يقلق هكا ولا يا نقرا على روحي اسمع تقرا على روحها ماله مالك روحها انا فطيرته تبدا مريقله لا يقلقها بتفهمين الحمد لله يا رب ربي يحفظ يحفظكم الزوز ويخليكم لينا يا رب. هكا نبداو نصبوا في الزيت زيتونه من المستحسن البنات فما اللي يحب الزيت النباتي يجي خفيف اكل خفيف بك زيت العبيديه البنات يجيكم زاده تجيكم غريبه خفيفه كرويشه وهاي بدات تتلم شويه صنص نزيدوا لا قلت لك هذه باش نعمل طريف نعملوا طريف يا سيفي برك نعملوا من بعد كويس تي ونقعدوا بها قايده مزيانه اش خير من هك بعد اطرحه واعمل في القالب اللي عندك في الدار هاني سهله مهله بعد ما تلمها هكا وقتها ترحيها البنات بس عبالي ويرحيها تجي باهية اني مجربتها في الحمصية سمحة وتجي اني مجربتها في الحمصية هي كي نرحيها تمشي معايا سمحة تشرب هاني تبدي بريحة البفريوة نحضروا توا القويله بنتانا قالب ولا اللي هو ولا احلى احلى غريبه يا غريبة الهلال وكا هو هذيك هي اسهل وحده جابتينا نعملوا راحتي انتوني معناها ما يهمهاش تكون زيته برشا والا تتحل لكم في الكوشه
سهلة ليك باهي البنات. تبدأ شد دروي حد لهنا البنات حبيت نقول لكم اللي احنا حطيناهم في الفور على 180 درجه تخليهم هكا في الطبق الوسطاني دوبا ما يحمروا هكا شويه من اللوطه تخرجوهم ما فيش يروح على غريبه في ساعه ما تطيب ما تشدش برشا وقت وتو تشوفوهم كيف يطيبوا محليه. وهذه الغريبه نتاعنا خرجناها تو من الفور شوفوا محليها عملنا مدور وعملنا هدايا ريحه نتاعها انا محليها زيت سخونة إلى حقيقة سخونة سخونة خليوها تبرد ما تنسوها كان كي تبرد باش ما تتهلاش هكا وخبيوها مازال الحقيقة عنا في الفور توا وكاها وياكل ناخذ باي كالعادة يا يسلم يديك يا يسلم قلبي وربي يخليك لينا خليها خليها سيلو البنات لهنا نوصل معاكم لنهاية الفيديو تاعنا ان شاء الله عجبتكم هكا الغريبه والوالده تسلم عليكم وتبوسكم برشا بوسات الله يسلمهم ويعيشهم الله يبارك لهم ويصلح حالهم وراه تعليقاتكم كلها قريتها الله يبارك لكم ما احلى كلامهم احلى كلمه الله يا ربي يسلم فيمكم يا رب ويديتكم اللي كتبتوا بها واعمل بيداتكم وحوايج انا سهل لا زبده ولا زبد ولا حتى شيء طيب الزيت واعمل هكا واعمل هكا خاصه واعمل هكا مركم وتجيك مطيرة تفتر وترتاح حوالي في النهض نقص الشاي وكل ان شاء الله يا ربي تعملوا حاجة تعملوها وتاكلوها بالصحة والفرح هاتك معاوجة مساج تتاكل تتاكل هاتك يقول لك اضحك على غدي زاد قبل احنا نقول خايك قول هاي تم تعلمنا تقول لي من عشر خيات تعلم تعلم قول اضحك قول كضحك على غروز ذاتي ما تضحكش على ذاتي ايوه هاتك تجي معاوجة تقول قبل الحمشة قول هاني لكينا خل نقمعش ايش خيط ولبس وما تشريش هذه معوجه يضحكوا على غريزتك وما يضحكوش على تليساتك وانت هاتك تلقاها كامله غريبه هكا معوجه تمشي تشريها يا لاله حسيلي وان شاء الله يا ربي عجبكم الفيديو هكا وكان طيب وظريف ونري لكم اهم حاجه اي نخليكم قولوا لهم بالسلامه ان شاء الله نهاركم مبروك نهاركم اسعد ليا باي باي.